إن ما كنتش عارف تصون قلبك شوف لك شيخ يربيك، شوف لك شيخ يعلمك علشان تغنم من هذه المغانم، ويقول لك على فضيلة ما أنت فيه. اقرأ بإمعان واذكر بتذلل، واذكر اسم ربك وإيه وتبتل، يعني تجرد، يعني تخلص، يعني تطهر، يعني تنزه إلي تبتيلا. ما قالش تبتل. لما جه يتكلم عن الذكر يا اخوانا قال ايه؟ واذكر اسم ربك بس. وبعدين لما جه يتكلم عن التبتل قال تبتيلا، ما قالش عن واذكر اسم ربك ذكرى، لا قال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. يعني الذكر لوحده ما يوصلش لكده، ده محتاج ذكر مع همه متجرده لله سبحانه وتعالى، متلفت لا يصل، متلفت لا يصل. او يحجب العباد بالاذكار ان يطلبوا الانوار لا الغفار. يبقى الاولى ان ينشغل الانسان بالدنيا عن الذكر، الثانية أن ينشغل الإنسان بالأغيار في الذكر، الثالثة أن ينشغل الذاكر بالأنوار في الذكر، الرابعة أن ينشغل الذاكر بذكره عن المذكور. لكن يعني نعمل إيه؟ ده الشيخ عقدها خالص، قال لا ما تزعلش، لا تنزعج من ذكرك مع مولاك مع وجود غفلة، فربما أن يتعطف على غفلتك فينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور. يبعت لك حد ينبهك يقرص ودنك، ما هو ده نقلة يفوقك من غفلتك. أمال فربما أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور. وإلا كيف كنا نفهم قول الله واذكر ربك إذا نسيت؟ هتنسى إيه؟ ربك؟ يعني هو ربنا بيقول له اذكر ربنا لما تنسى؟ هو كان سيدنا النبي ذكره يسبقه غفلة؟ العارفون أيذكر من غفلة؟ يقول قائلهم ذكرتك لا لأني نسيتك لحظة، وأيسر ما في الذكر ذكر لسان، ما إن ذكرتك إلا وهام علي القلب بالخفقان، أكاد بلا وجد أموت من الهوى، وهام علي القلب بالخفقان، لما أراني الوجد أنك حاضري، رأيتك موجودا بكل مكان، فخاطبت موجودا بغير تكلم، وشاهدت معلوما بغير عياني. ما هو لازم الذكر ده يعمل انفجار في القلب من الانوار، انما ذكر مع وجود نوم 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 هنفضل نايمين كده. بلاش تيه في الاغيار، بلاش تيه في الغفله، كفانا كفانا. الدنيا عملت فينا الاعاجيب، الدنيا فعلت فينا الافاعيل، حتى انه من مواطن البلاء ان نكن في الجنه ونحن مع الدنيا، ان نبقى في نور الله ومنشغلين بغير الله. ومن مواطن العجز أن نكن في موطن يذكرنا فيه الله فننشغل بغير الله، حتى ولو كانت عبادتنا، حتى ولو كانت طاعتك. أو يحجب العباد بالأذكار؟ نعم يحجب العباد بالأذكار إن يشهدوا الأذكار لا الغفار، أو يشهدوا الأنوار لا الستار. انت عشان ربنا اعطاك شويه نور والناس بدات تثني على سعادتك، ما شاء الله فضيله الذاكر. طب يا ذاكر الناس لم ترى الا ستر الله عليك، اشهد انت الستار، هم شافوا فيك الانوار انت ردها الى الستار. الناس لم يروا فينا الا ستر الله، ولو للذنوب رائحه ما دنا حبيب من حبيب. الناس ما رات فينا الا ستر الله. هننشغل بإيه؟ عندك شوية نور مزعلينك ياخدهم منك ويقعدك زي ما كنت. إحنا في موطن فعله الله، لا لأحد فيه فضل إلا فضل الله، نحن في موطن من عظيم إحسانه علينا أن خلقه وفعله ونسبه إلينا، فسبحنا الله بما أراد الله به أن يجري على ألسنتنا،
لنعبد الله به على أقدارنا وليس على قدر الله. أما نذكر ربنا إذا نسيت إيه؟ إذا نسيت الدنيا، إذا نسيت الأغيار، إذا نسيت الأنوار، إذا نسيت الأسرار، إذا نسيت أنك ذاكر، ساعتها تذكر الله شكرا. اعملوا آل داود شكرا لفضل منة سبقت وعطفة لحقت ونور خلقه الله وأهداه إلينا وأنت لا تدري. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، برضو الموطن ده يشفع له. بشر المعترضين علينا بأنهم أول المقبلين إلينا. نعم مش كده؟ فكم من منكر أبدى اعتراضه، فلما ذاق ما ذقنا اشتهاه. فكم من منكر أبدى اعتراضا فلما ذاق حلاوة المغفرة. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فلما ذاق ما ذقنا اشتهاه. وكم من جاحد أمسى بكيد وأصبح والمحبة مرتضاه.